السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. واليوم عن الام اي سي دي 502 من عند ام اي سي اللي دخلت عالم الجيمنج بيريفيرلز من بابه الكبير. نبداو بالانبوكسينج. البوات بكلها كبيره ومضخمه والكاسك مكبوس من داخل، يعني البوات تحمي الكاسك بالباهي. نلقاو فيها كل شيء يخص الام اي سي دي 502 من سبيكس وانستراكشنز. في وسط البوات نلقاو بيان سور الكاسك، اليوزر جايد والسي دي اللي فيه الدرايفرز الكل. من ناحيه الكونفور دي 502 خفيف اللي يخليك تلبسه سوايع من غير ما ذهنك تتعب جمله. بالنسبه للهيد باند يجيب سيستم تاع سسبنسيون غريب، يعني في عوض الهيد باند تكون ركبه في بلاصتها تتحرك معاك، وهذا على الاول استخيلته باش يقلقني اما طلع العكس جمله وعجبني. وفي الاخر بالنسبه للكلامبينغ فورس الكاسك يكبس منيح من غير اكزاجيراسيون، يعني من غير يكبس منيح، يعني مش يكبس لك برشا في الوسط يعني سافا. بالنسبه للكاسك من برا الفينيسيون طياره برشا، تحسه كاسح ويتحمل الطيح. وحاجه اخرى عجبتني هي انه البلاستيك اللي استعملوه قوي وسيرتو ما يلقطش الغبره. الايركابس كبار ومصنوعين بالكوير، وتحتهم نلقاو قماش احمر يفصل ما بين الايركابس والدرايفرز. من برا نلقاو الديزاين اجريسيف وفيه الطابعه نتاع الجيمنج، طابعه نتاع سوبر كار بهك الجريلز، واللوجو نتاع ام اس سي جيمنج، يعني الفرع نتاع الجيمنج نتاع ام اس سي اللي هو الدراغون. فيه ليد الومينيشن مزيانه برشا تشعل بالاحمر، يعني في الليل وقت يدخل حد يعرفك انك قاعد تلعب يعني برا. الصوت اللي تسمعه فيه توي كم سجل بالميكرو نتاع الام اس سي دي اس 502. الصوت كما تسمعه مش خايب بارابور للسوم نتاع الكاسك هذايا اللي يجي سومو 160 دينار بارابور للكاسك الاخرين كيما الريزر كراكن والكل. الكاليتي حسب ما سمعت خير برشا، دونك والدان ام اس سي. بالنسبه للميكرو اصحابك باش يسمعوكم ريجلين في الشات. Finally man. باش تعمل ميوت تلقى البوطون في الكوموند اللي لاصقه في الخيط نتاع الكاسك، واللي باي ذا واي طوله 2 متر. تلقى فيه بوطون تاع باس، يعني يقوي في الباس اذا تحب تسمع غناء ولا تتفرج على فيلم وكل. وبالحق هيك الباس معناها حكاية اخرى، معناها مخك كله يبدا يضرب بكله، الكاسك بكله يفبري. حاجه اكسبيريونس جديده عشتها نتاع باس، معناها بلي جربت كاسكوات الباس اللي سمعته في الكاسك هذا عمري ما سمعته. يعني عاملين حكايه نتاع فيبراسيون، معناها موتور نتاع فيبراسيون في الكاسك يخليك معناتها كاليز اكسبلوزيون كله نتاع الميوزيك ونتاع الجيمز تسمعها بطريقه اخرى وتعيشك في وسط الجو. مثلا توجه وقت الصيح الساوند كواليتي. الكاسك فيه 40 مليمتر درايفرز اللي يعطيه صوت قوي بالباهي، كبار بالباهي الدرايفرز، يعني اللي يخليو الايركاب كلها تدخل في وضنك من رجلة. بوان على الكونفور عاودتها برشا، اما بالحق من ناحية الكونفور طيارة برشا الكاسك. اول حاجة مشيت لعبت بفاركراي برايمر على البلايستيشن 4، ديريكت ركبت اليو اس بي في بلايستيشن 4، كل شيء مشى مريقل، معناها ديريكت تمشي تقوي الصوت امورك مريقلة. جربت المود ستيريو على الاول، وبعد جربت المود 7.1. في فاركراي حبيت المود ستيريو اكثر، خاطر الصوت تحسه بريزون اكثر. الهايز ما همش كاسحين، الميدز حاضرين، واللوز يعني الباس خليني ساكت وبرا هكا. الباس حاجه اخرى، راسك كله يفبري بك الموتور اللي حكيت لكم عليه، بالحق حاجه مش نورمال. من بعد لعبت شويه بلاك اوبس 3، وهوني وين ظهرت قوه السيت بوان. الصوت كان رياليست برشا، وسمعت اصغر ديتاي من فوت ستيبس جامبس وكل شيء موجود في اللعبه. صحيح تخسر شويه من البانش نتاع الباس في لي زيكسبلوزيون وكل، اما على خاطر 7.1 بوزيشن الاوديو اللي باش تربحو، يعني تسمع الانميز نتاعك منين جايين وكل، تولي مش مشكل حكايه الباس، خاطر هو معناها مشكل نوتيسيابل برشا. اما سافا. من بعد خدمت شويه غنى، سمعت داب ستيب هاوس راب، وهوني لقيت شويه مشاكل خاطر وذني مستنسه بريبرودكسيون تاع صوت ناتوريل، يعني الصوت ما فماش حاجه طاغيه على اخرى، ما فماش فريكونس اعلى من الاخرى. يعني نقولوا نحب شويه باس، اما الميدز يقعدوا ظاهرين والهايز كريسب وكل شيء، يعني الصوت بكله الفريكونس بكلها متاع الصوت تكون واضحة. هنية استحقيت وعرفت علاش الامبورتانس متاع السوفتوير. اويت قلت لكمش اللي فما سوفتوير فوق مي. anyways البروغرام اسمه XR Living، وفيه بليزيور مود يخليوك تكتشف الكاسك كل مرة بطريقة جديدة. وبالإكيو تنجم تركح الصوت كيما تحب انت، يعني كانك تحب برشا الباس مريقل، كانك تحب الصوت ناتوريل والباس ما تبداش تغيى على الميدز والهايز
يعني يبدأ كريسب وكل كيفي أنا تنجم زادة زادة تفرجت على هاري بوتر للمرة 10,000 في حياتي ما نعرفش علاش تشمني السيري هذه أما أنا قد نعودها ديما ما نفدش المهم الصوت كان طيارة برشا سمعت حوايج عمري ما سمعتهم في هاري بوتر وعشت اكسبيريونس جديدة مع الفيلم مرة أخرى دونك تويكا باش نجرب فازك اكتشفتها تو في السوفتوير التو ما سمعتش شنو تعملوا بالضبط مي تويكا معناتها باش نفهمكم شنو هي اللي فيه هذه اللي هو اكس اير سينغيفيكس دونك تابع الاكس اير الصوت يولي يضحك معناها تويكا استنت لحظه هذا الصوت نتاع ديناصور حسب ما قال لي بروجرام دونك انتريسي تسمع فيه مازلت الليكو اللي في الكاس تسمع فيه في صوتي العادي دونك مش نسمع في الصوت اللي تسمع فيه انتوما هذا الصوت نتاع كلر شنو اللي مهزة هذا الصوت نتاع راجل معنا كبير وهذا الصوت نتاع امرأة so if you are a troller this is for you توجه وقت الكونكليزيون MACD 502 كاسك طيارة برشا بالنسبة للبرايس تاغ اللي موجود فيها اللي هو ما بين 100 و200 دينار الصوت متاعو طيارة برشا وكريسب برشا وخير بشوية من ريزر كراكن الفيرسيون القديمة نحكي عليها مش الفيرسيون 7.1 الجديدة خضرلتها ومجربتها بالنسبة للديزاين مزيان واجريسيف ويعطيك الجيمينج فيل يعني اي واحد بشي يشوفك بشي يقولك سايب عليه هذا يا جيمر بالنسبة لليو اس بي كارد طيارة برشا تتعامل بالباهي مع السوفت وير اكس اير اللي يعطيهولك مع الكاسك باش نجم تخدمه على البيسي متاعك فيه 10,000 حاجة تنجم تكتشفهم بالوقت ويخليوك تتعامل مع الكاسك متاعك بطريقة أخرى وكل مرة تحسن في الصوت لينتاقة الساوند سيجنتشر اللي تمشي معك في الكاسك وتعرف معناتها كل جو كيفاش تحط السيتينجز نتاعها بالنسبه للدي اس 502 مرتاح برشا معناها عملت بي جيمينج سيشنز نتاع 3 و 4 سوايع ما قلقني حتى طرف وديما لاباس من ناحيه الكونفور بالنسبه للباس الزلزال نتاع الباس في بالي 3 كلمات هذوما يكفيو باش نوصف الموتور نتاع لي فيبراسيون اللي يعملها من الموتور الموجود وسط الكاسك بالحق مش نورمال الباس اكسبيريونس ما تعودش في الكاسك هذايا وبالنسبة بالنسبة للحاجات اللي ما عجبتنيش الميكرو كان جادي تشاب الخير خير من السيستيم هذايا اللي عاملينه معناها تويكا متاع التدوير نتصور كان جادي تشاب الكيما لي كاسك جدد الكل خير وبالنسبة للكوموند متاع اللي تحكم فيها في الصوت وتوفيها البوتون باس والميوت كان زادوها كليب باش تنجم تعلق على مريولك ولا سوريتك يكون خير معناها بالنسبة معناها واحد ما يحبش يكون الخيط طايش ولا حكاية هكاك يكون معلق عندك وارتاح وفاسيل ما توصل لها دونك هذه هي الكونكليزيون متاع MACD 502 ان شاء الله عجبكم الفيديو اذا تحبوا تشريوا الكاسك هذية تقاو لليام موجودين اللوطة كان عجبك الفيديو حط لنا لايك كما عجبك حط لنا ديسلايك كومنت اعطيني رايكم وكان عجبك الفيديو برشا 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 عملنا بارتاج كان معكم احمد كاب من موقع تونيزين جيمر ان شاء الله عجبكم الفيديو سي يا جايز في الفيديو الجاي تشاو